ملعب الميديتيرانيو مع اول تغيير في تشكيله فريق برشلونه مع بدايه هذا الشوط ودخول جيرار بيكي في مكان سيرجيو بوسكيتس على مستوى خط دفاع فريق برشلونه لكي يرافق جابرييل ميليتو. طبعا شفنا الكثير من اللافتات في مدرجات ملعب الميديتيرانو، تتمنى عيد ميلاد سعيد بالنسبه لتياغو بامتياز مع افيلاي سيدو كايتا. تروح لتياغو، تسديده اصطدمت بالدفاع، كانت الاولى من افيلاي وليس من تياغو. هذه التسديده من قبل على الجهه اليمنى معزول غويتوم 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 يفضل المراوغه يوزعها غويتوم وجي ضربه راسيه بعيده خرجه جانبيه. يقول حكم المباراه تياغو سجل الهدف الثاني لفريق برشلونه بهذه الكيفيه، هو اللي كان وراء التمريره لداني الفيش رجع حاله تقريبا. لا 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 رائع جدا هذا الهدف. كره اخرى من سيدو كايتا لم يسقط، يبقى صامد يلعب ارضيه صعبه وخطيره لافيلاي. الهدف ابراهيم افيلاي، الكل يصفق عليه، الهولندي المتالق مع بيز فين دوفن سجل 6 اهداف مع البيز في، ها هو يسجل الهدف الثالث لفريق برشلونه اليوم بامتياز بعد ان استلم وسدد مباشره دون انتظار ودون اطاله. طبعا الكل يحييه، لاعب جديد ينضم الى برشلونه يسجل هدف، تحيه متبادله بين لاعبي فريق برشلونه بامتياز. افيلاي مباشرة بعد ان استلم سدد وسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 21 من عمر الشوط الثاني من المباراة. تلقى الهدف الاول في نهاية الشوط، هدف ثاني في بداية الشوط، خرج من منطقته، شوف وسط 3 لاعبين، فضل عنده حس تهديفي رائع جدا. افيلاي كان يفعل هكذا في اندوفن من كل الجوانب من كل الزوايا، يستلم ويسدد، لا اقول لا يفكر كثيرا ولكن تركيزه كبير مع المرمى ومع الحارس ومع التغطيه. يلعبها مع سيدو كايتا، يطلبها بويان، سيدو يفضل الانطلاقه من هناك عن طريق افيلاي، يزيد في السرعه يواصل افيلاي، اوه هيل افيلاي، اوه با 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 هيل، ممتاز التوغل من افيلاي. عندما تكون عنده الكره الوجهه الاولى والاساسيه نحو المرمى، الحس التهديفي اللي عنده افيلاي ينم عن قدرات كبيرة جدا عند هذا المهاجم الذي سيكون الدعم كبير جدا لهجوم البارسا. شوف كيف يسجل هنا، وشفنا كيف انطلق تحت تصفيقات ليونيل ميسي على الهدف، ومن دون شك صفق كذلك على التوغل والانطلاقة والتسديد. طبعا اصوله مغربية افيلاي، طبعا شوفوا العلم المغربي لجماهير لبويان. انطلق بويان، الفيش يرجع لبويان، توغل على الجهة اليمنى خطيرة صعبة لصالح فريق برشلونة، الحارس بصعوبة ينقذ الموقف ويصد هذه الكرة، ثم كرة صعبة سرقها فوغولي، سفيان فوغولي امام 2 لاعبين، ما عندوش حل اخر، جد نفسه امام جابرييل ميليتو وامام كذلك جيرار بيكي الجزائري الاصل. سفيان فوغولي لم يجد حلا اخر سوى محاولة مباغتة الحارس بينتو من بعيد. داني الفيش، داني الفيش ناحية الجهة اليسرى، نيليتو لالفيش، اوه يا بويان هدفك، لا ما يسجلش، بويان يضيع، ركز كثيرا، سدد والبراءة كانت عند اندريس استيبان. بويان لم يتمكن من التهديف. ال5 دقائق الأخيرة الآن من عمر المباراة. تشيل ماسيدو، هاي الإعادة والتسديدة منه، من التمريرة من نوليتو لسيدو كايتا، وحده بويان ما يتمكنش من التسجيل. الكل يتجاوب مع الكرات، شفنا فالديس وشفنا أيضا فيليا وشفنا
خسارة فريق الميريا. الدفاع يتدخل عن طريق سيدو كايتا للركنية مرة أخرى. الحكم يصفر عند الدقيقة 90 نهاية الشوط، نهاية المباراة بفوز البارسا 3-0 على الميريا. البارسا ستلعب نهائي كأس الملك مع الفائز والمتأهل من المباراة التي ستشاهدونها بعد حين بين إشبيليا وريال مدريد. تأكيد آخر للبارسا بشبانها على قوتها وسيطرتها على الكرة الإسبانية. شكرا لكم وإلى اللقاء مشاهدي الأفاضل. تفضل الأخضر، إليك الخط.